السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلام. اليوم في الحقيقة باش نتكلموا في موضوع جديد، وبعد تكلمنا خلال الفيديوهات السابقة عن السحر والشعوذة، وعرفنا ان السحر والشعوذة والجن والعين واستحضار الأرواح وكل هذه الخرافات الذي يطلقون عليها، معناتها يسميوها غير طبيعية، هي في الحقيقة ما هي إلا خداع وأمور طبيعية، سواء كانت بالكيمياء أو بما يسمى علم النفس والإيحاء. إذن احنا توا باش نتوقفوا على الفيديوهات هذوك ما بعد تكلمنا عليهم وفهمنا ياسر حاجات، واليوم باش نتكلموا على موضوع معناتها يتعلق بما يسمى المذاهب الإسلامية و المذهب المعروف أو التيار الفكري اللي هما القرآنيون. نعرف اللي احنا خلال كل تاريخ العالم الإسلامي كل من المسلمين يلقوا رواحهم في ورطة في تطبيق الإسلام كما جاء به محمد، تظهر تيارات فكرية أو مذاهب تريد أن تؤول الإسلام بخلاف ما متعارف عليه. وفما ياسر من المذاهب الإسلامية في الحقيقة، ويبقى رغم ذلك ظهور هذه المذاهب، رغم اللي معناتها يدعون معناتها إنها منتشرة، في الحقيقة تبقى جدا قليلة وليس لها أي تأثير إلا في معناتها مناطق معينة وعلى مستوى فكري معين لا أكثر ولا أقل. ويبقى الإسلام الرسمي السني والشيعي المتمثل في الأزهر في مصر وقم في إيران هو الإسلام الرسمي الذي يسيطر على العالم العربي الإسلامي بين قوسين. اليوم باش نحاولوا نتكلموا على أحد المذاهب أو التيارات الفكرية اللي هما يسميوا رواحهم توا معناتها القرآنيين، واللي معناتها يستعملوا في النات ويحاولوا معناتها باش يطرحوا أفكارهم، وموجودين يعني في جميع المناطق معناتها في العالم العربي الإسلامي بين قوسين، وخاصة لهم انتشار كبير على النت، ويحاولوا باش يقنعوا المسلمين يعني التقليديين بأن الإسلام ليس كما هو متعارف عليه. حبيت هنا نذكر حاجة، كما قلت لكم يعني المذهب هذا القرآني ما هوش مذهب شديد، فهمت؟ والمذاهب اللي تدعو عندها تأويلات جديدة للإسلام غير الإسلام الرسمي موجودة كثيرة، وخلال معناتها كل التاريخ الإسلامي عرفت كثير، فما اللي ماتت وفما اللي مازالت وفما اللي ولت معناتها عبارة على مذهب منغلق على نفسه، وهذا حاجة عادية. لكن يبقى الإسلام الرسمي هو الإسلام المسيطر، وما يستطيعش أي مذهب مهما كان ومهما حاول أن يغير مسيرة الإسلام الرسمي أن يقوم بأي شيء. علاش؟ على خاطر الإسلام حمى روحه بخطوط حمراء، واعتبر أي إنسان يخرج على تلك الخطوط يعتبر كافر. وهذا معناتها مش العلماء المسلمين، بل موجود حتى معناتها في الكتب وفي القرآن نفسه، يعني أمور واضحة. يعني كل هذه المحاولات سوى القرآنيين سوى الأحمدية سوى الإسماعيليين سوى غيرهم وغيرهم وغيرهم ما نجموا يعملوا شيء، ويقعدوا محدودين وما عندهم حتى تأثير على مركز العالم الإسلامي. البعض يسخايب يعني اللي القرآنيون يعني مذهب جديد أو فكر جديد يعني ظهر في نواة معناتها في جهة الهند وجهة باكستان. في الحقيقة لا، مش صحيح. القرآنيين ظهروا معناتها نجم نقولوا في عهد الفتنة الكبرى، فأنت كما قلت لكم كل المسلمين يلقوا رواحهم في ورطة في تطبيق الإسلام، يظهروا تيارات فكرية ومذاهب فكرية تحاول باش كما نقولوا احنا اتمنع اللي تنجم تمنعوا من هذه العقيدة المجرمة، هذه العقيدة المدمرة للإنسان وللعقل وللفكر. نعرف احنا وقت في معناتها حرب صفين بين معاوية وعلي، وتعرفوا معناتها عدد القتلى اللي وقعوا في هذه المعركة، ظهرت فرقة طلبت بتحكيم ما يسمى بالقرآن و
طلبت معناتها باش يرفعوا معناتها المصاحف على اساس ان الحكم الوحيد والمصدر الوحيد الاكيد هو القران. نجم نقولوا من هنا بدات فكره القرانيون او القرانيين، من هنا بدات هذه الفكره. ونعرف احنا اللي هذه الحركه اللي من بعد معناتها تعرفت بالخوارج، ونعرف معناتها الاجرام اللي قامت به والدمويه اللي قامت فيها معناتها بها معناتها في العالم الاسلامي، وهذا ما ينكر حتى واحد، حتى تم القضاء عليها كليا لانها كانت حركه جدا عنيفه، وكانت حركه يعني نجم نقولوا احنا ارهابيه من الطرز العالي. المهم من بعد في العصر ما يسمى بالعصر الذهبي، فهمت، بين قوسين الاسلامي، وتبدأ الترجمات نتاع الكتب اليونانيه وغيرها، ظهرت معناتها مذاهب ومعناتها تيارات فكريه تدعو لاستعمال ما يسمى العقل في تفسير النص الديني. على خاطر جو يشوفوا في النص الديني يعني وتجي تقراه، يعني اي انسان عنده مستوى ولو حتى بسيط من النقد ومن التفكير يعرف اللي هذا النص الديني القرآني أو غيره هو نص غير قابل للتطبيق، وغير معناتها نجم نقوله معاصر، يعني معناتها يقوم على أسس قبلية ويقوم على معناتها نظام قبلي دموي ليس له أي علاقة بالأخلاق الإنسانية وبالمبادئ الإنسانية. إذا شنو يعملوا؟ هما يحاولوا باش يأولوا هذه النصوص ويعطيوها صبغة عقلية، كما مثلا المعتزلة. وكثر ظهور هذه المذاهب لم يمنع المذهب أو ما يسمى الخط الرسمي الإسلامي اللي هو يتمثل سواء كما قلت لكم في السنة أو في الشيعة، وأنا بالنسبة لي السنة والشيعة هما كيف كيف يختلفوا في طريقة الأصول للهدف فقط، فهمت؟ ونجم نقولوا أن الشيعة عندهم أكثر حنكة سياسية، بينما السنة عندهم أكثر نجم نقولوا حنكة في التأثير، في التأثير وفي دمغجة العقول والاستسلام والطاعة للمبادئ الإسلامية اللي موجودة في القرآن. في هذا العصر نعيش نفس الفترة، فهمت، متاع الإرهاب الإسلامي وكل شيء يعني اللي تعرفوه معناتها في الدولة الإسلامية وغيرها، فهمت، ومحاولة السيطرة على العالم. ظهر لنا هذا الفكر القرآني من جديد، ولكن هذه المرة بصبغة جديدة، هي أنه جمع ما بين ما يسمى الفكر القرآني الأول يعني اللي ظهر عند الخوارج، وبين المعتزلة الذين يعني يستعملون العقل، وأنكر كل ما هو حديث وكتب حديث البخاري ومسلم وغيرها من الأمور، واعتبرها أن هذيك معناتها إنتاج بشري، واعتمد على أدلة. وهذه ظهرت كما قلت لكم يعني في الهند، وانتقلت إلى باكستان، ومن باكستان دخلت لمصر، ومن مصر انتشرت فيما يسمى العالم بين قوسين العربي الإسلامي. وعندما نقول انتشرت يعني انتشرت في طبقة معينة من الذين معناتها ما حبوش يقبل العقل متاعهم الإسلام كما هو متعارف عليه رسميا. الجو عملوا، فهمت، أنكروا ما يسمى بالقياس، أنكروا بما يسمى أسباب النزول، فهمت، وأنكروا الأحاديث، وأنكروا كل ما يتعلق، فهمت، بالسيرة النبوية بين قوسين السيرة النبوية، وأخذوا النص القرآني كما هو، وحاولوا معناتها أن يفهموه ما يسمى، هما يسميوه تفسير القرآن بالقرآن، وحاولوا باش يفهموا القرآن على حسب المعطيات اللي موجودة توا، فهمت يعني. وهذوما معناتها القرآنيين يعني تشوفهم يعني وتحكي معاهم وتقرأ الدراسات نتاعهم تلاحظ فيهم الخبث، فهمت يعني، يتكلم لك على بعض الآيات ويتغاضى عن بعض الآيات، وهنا ينطبق عليهم قول معناتها القرآن نفسه، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، فهمت،
حتى وتجي تحاول مش تحكي معاهم في مسائل معينة في القرآن، يحاولوا كما نقولوا احنا يدخلوك من باب ويخرجوك من خوخة، باش ما توقعش معناتها في باش معناتها ما تدينش القرآن، رغم ان القرآن معناتها مدان في أصله، يعني كلمة قتال وقتل 90 مرة في القرآن. صحيح فما آيات فهمت تدعو للسلم والأمان، هما يركزوا كان على هذيك الآيات، هما حقهم ما سموش رواحهم قرآنيون، حقهم سموا رواحهم يعني يتبعون قرآن مكة فقط ولا يعترفون بقرآن المدينة. يعني القرآن الذي نزل في مكة هو اللي يعترفوا به، بينما القرآن اللي نزل في المدينة ينكروا، على خاطر وقت نجي نقرا يعني على القرآنيين يتكلموا كان على الآيات معناتها القرآنية المكية، فهمت؟ ويجي يحاول معناتها باش معناتها يركز لك على بعض ما يسمى المخزون عند الشخص معناتها الروحي، ويجي يقول له أنا ما نكفرش وأنا نؤمن بالحرية. فين تؤمن بالحرية؟ فيني كلمة حرية في القرآن؟ أعطيني واحدة كلمة برك في القرآن فيها حرية. من فين جبتها الحرية؟ هل استنبطتها من القرآن؟ مش موجود في القرآن كلمة حرية. فما قتل، فما ذبح، فما قطع رؤوس، فهمت؟ فما يسر حاجات في القرآن. صحيح في الآيات المكية فما نوعا ما إن شئت فلتؤمن وإن شئت فلتكفر وغيرها وغيرها. هم علاش هذوما القرآنيون يعني أنكروا الحديث وأنكروا أسباب النزول وأنكروا كل، على خاطر هذا يدين القرآن نفسه. هذا معناتها لو رجعنا للتاريخ ورجعنا لأسباب النزول ورجعنا للأحاديث نتاع محمد، فهمت؟ يعني شنو تفسيركم انتوما؟ معناتها القرآن يقول على محمد لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ومش يعطيو تفسير. يقول لك لا هذاك فيما يخص القرآن فقط، فهمت؟ يعني وشنو قولكم يعني في الآيات القرآنية معناتها اللي تقول وقت يختار لكم محمد ما عادش عندكم الخيرة في أمركم؟ وشنو تفسروا معناتها الآيات القرآنية معناتها تقول اللي يحب يتبع الحق يتبع محمد؟ يعني هذه كلها موجودة في القرآن. تحبوا تناقشوا القرآن؟ ناقشوا القرآن يا سيدي، ناقشوا القرآن، نبداو من ألف لامين ذلك الكتاب لا ريب فيه حتى نوصلوا للآخر. ولكن ما تؤمنوش ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ما تجيوش تفسروا كما تحبوا انتوما، فهمت؟ على خاطر هنا انتوما ما كمش معناتها تسفهوا كل علماء المسلمين السنة والشيعة تعتبروهم معناتها ما عندهم حتى قيمة، وانتم هذا شنو تعملوا؟ تعتبروا كل علماء المسلمين يعني ضالين، باهي ما تكفروهمش بمعنى الكفر، ويجيو يتلاعبوا، يجيو يتلاعبوا. يعني مثلا وقتها معناتها الإسلام الرسمي يكفر شخص، فهمت؟ تجي مع القرآن تقول له انت شنو رأيك فيه؟ يقول لك ما دام ما هو ما قالش اني كافر ما تنجمش تكفره. هاي يا سيدي هاني انا قلت اني كافر، ورغم اني كلمة كافر ما اعترفش بها، خاطر الكفار هو انتوما، على خاطر الكافر هو الذي يخفي الحقيقة، ليس الكافر اللي يخرج على الاسلام. وتنجيهم شوفوا معناتها القرآنيين سواء في مصر سواء في تونس موجودين في كل بلاصة، فهمت؟ تلقاهم يعتمدوا على الله رحيم، الله معناتها نحبوه، الله طيب. فين الله طيب؟ فين الله طيب؟ في فين الطيبة هذه بتاع الله عندما يقول إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص؟ يجي القرآن يقول لك هذاك هو القتال الفكري. شنو هو المصدر متاعك باش تقول هذاك الكلام؟ وعندما يقول القرآن واقطعوا منهم عن الرقاب وتقطعوا الرقاب، شنو يقصد الرقاب؟ هذه الكل معناتها القرآن يقول اصلبوهم ومعناتها والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، يجي يقول لك لا المقصود بالقطع هو الجرح، ويستدلوا على سورة يوسف، فهمت؟ وقتها جاءوه النساء وقطعوا أيديهم، قطعوا أيديهم يعني جرح، يعني السارق
نجرحوه نعلموه برك نعمل له علامة على يده اللي هو سارق ونسيبوه. إنسان وصل سرق فهمت، نشدوه نعمل له جرح صغير وسيبوه داخل كما نقولوا احنا. وينكروا مثلا الرجم، به الرجم مش موجود في القرآن ينجم ينكروه فهمت، ولكن هما راهم بالطريقة هذه كما نقولوا احنا يحاول معناتها نجم نقول انا مش هو هما برك راهو كل ما يسمى بهذوما يعني المسلمين المتحضرين فهمت، المسلمين يعني المتحضرين اللي معناتها ينكروا كل ما هو موجود في القرآن ويعطيوه تأويل آخر، هما سبب ان الإسلام مازال واقف، وهما المخزون فهمت، هما المخزون للإسلام. شنو نقصد المخزون للإسلام؟ يعني هما يعني شفت واحد مثلا فما كيما نقولوا احنا حاجة فاسدة وهما يحاولوا باش يعملوا لها المكياج ويعملوا لها الاستيتيك ويحاولوا هي فاسدة. الإسلام من الأصل نتاعو، وأنا ما نلومش الإسلام راهو في الجزيرة العربية وقت اللي ظهر، هذيك أمورهم الخاصة. أنا أعطيني الإسلام هذايا الخامج الإرهابي اللي يقوم على فكر قبلي وعنصري يستخدم العروبة فهمت ويدخلها في المعتقد، واللي غزا شعوب واستعبد شعوب ومحا حضارات وعمل اللي ما تنجمش تتصوروا بالك، يعني وارجعوا للتاريخ وشوفوا بعينيكم شنو عمل هذا الإسلام. ارجعوا للتاريخ واقراوا قديش من حضارة دمرها، قديش من لغة محاها، ومازلنا نعانيوا منه إلى هذه الساعة. من بعد يجي الآخر يقول لك لا احنا قرآن. يا سيدي نحي علينا الحديث ونتكلموا بالقرآن. المشكل اللي هذوما القرآنيون وتجي تشوفوا معناتهم هما النهار كله هما يبكي ويتشكاو، احنا ما يعطيوناش الكلمه واحنا ما نتكلموش ومانعينا من الاعلام ومانعينا من درا شنو فهمت. ووقتها يكونوا في الاعلام شكون يجيبوا واحد ازهري ولا واحد سلفي ويتناقشوا معاه. علاش ما تناقشوش مع الملحدين او مع اللادينيين؟ علاش ديما تجيبوا واحد ابهم منكم فهمت؟ تعاود تشوف الطالبي في تونس مع شكون يتناقش مع الكراكوز عبد الفتاح مورو، ولا يتناقش مع فلان الفلاني سلفي فهمت؟ علاش ما يتناقش مع ملحدين؟ ما هو يقول عنده في مخه، انا نحترمه معناتها كانسان نحترمه، ومعناتها يعتبر معناتها عنده معرفه وعنده علم بالتاريخ الاسلامي وعارف بالكدا، يعني عارف فهمت الخبج اللي موجود في القرآن وفي الحديث وغيرها. كانت عنده الجرأة باش يلوح الحديث وغيره في مزبلة التاريخ، ولكن ما عندوش الجرأة، ورغم اللي هو يعرف فهمت، يعرف ما نتصورش إنسان كيفه هو ما يعرفش اللي القرآن ما عنده حتى قيمة لا أدبية ولا علمية ولا فكرية. هو عارف بعض الآيات نهار كله هما يلكلكوا فيها في لسانه فهمت، إن الله غفور رحيم، علاش ما تقولش إن الله جبار وإن الله شديد العقاب؟ ديما في نقاشة نتاعهم يجيبوا معناتها أشخاص فهمت أكثر تشدد منهم. لكن توا طالبي جيبوا مع واحد ملحد، جيبوا مع واحد معناتها يعرف الإسلام وخرج من الإسلام وقل له يتناقش، مين نجمش على خاطر هو يعرف كان باش يناقش مع واحد عارف الإسلام وخارج من الإسلام كليا فهمت، باش يظهر هو متخلف، باش يظهر هو متخلف وباش يظهر ضعفه. هذاك علاش ديما يجيب اللي اقل منه، يجيب عباد يؤمنوا بالتفجيرات، يجيب عباد يؤمنوا بنشر الاسلام والدعوه للاسلام وغيرها. ما ينجمش يجيب واحد متحرر فكريا ويناقش معاه فهمت. وتلقاهم ديما في الكلام نتاعهم لو تلاحظوا معناتها
تسمعوا معناتها الطالبي ولا غيرهم ولا حتى معناتها ياسر موجودين معناتها في تونس اللي زعما يقول لك الاسلام مش هذاك والحجاب الحجاب ماهوش اجباري او معناتها ما نجموش نفرضوا الحجاب فهمت؟ لكن ما نجموش ينكروا اللي الحجاب موجود في القران. ما نجموش ينكروا، هذا شيء طبيعي فهمت؟ اما يقول لك هكا مش اجباري فهمت؟ الاخرين يقولوا اجباري واللي ما يلبسش الحجاب يعتبر كافر وغيرها وغيرها وغيرها، هما يقول لك لا تحب تلبس تلبس تحب ما تلبسش ما تلبسش. علاش هو الحجاب بحد ذاته فهمت؟ مش اهانه للمراه؟ خلينا معناتها بغض عين الاعتبار الحريه في اللباس. فهمت؟ نحيها هذه معناتها مساله حريه اللباس نحيها. باي حق فهمت؟ دين يتدخل في الحريات الشخصيه نتاع العباد. خاصة في العصر هذا. مهما كان الدين راه مش كان الاسلام. اذا هما في الحقيقة عرفتوا لامورتيسور يعني الاسلام فاسد من الاساس نتاعو من قرآن وبيدو اللي هما يسميو رواحهم قرآنيين. فهمت؟ وانا لاحظهم وقت يبداو يتناقشوا عندهم نوع من التعصب والكره فهمت تلاحظوا هذا معناتها ضد ما يسمى يعني يعتبروا ما يسمى بالعلماء المسلمين القدامى والحديثين يعني يسميهم بالكهنوت فهمت يسميهم بالكهنوت وعندهم نوع معناتها للمدرسة الأزهر أو القم أو المدرسة الرسمية معناتها يعتبر ما يكفروهمش بطريقة مباشرة ولكن يعتبروهم يعني ضالين لأنهم يعتبروا هما على حق. هذه هي المشكلة، هذه هي المشكلة في الفكر الديني بصفة عامة اللي ما تلقاهاش في الملحد. الملحد صحيح احنا نقولوا احنا ملحدين ما نؤمنوش بإله وما نؤمنوش كذا وما نؤمنوش كذا ولكن احنا ديما عندنا نسبة للنقاش يعني نسمع الطرف الآخر نحاول باش نستفيد منه نحاول باش نفهم كيفاش هو يفكر باش نقدر نرد عليه يعني عندنا الجانب العقلي هما عندهم الجانب العقلي لكن ما يستعملوهش معناتها بطريقه حياديه هما ياخذوا النص القراني ويحاولوا فهمت باش يلقاو له مبررات تخرجوا من الازمه كانه اله الاسلام اللي جاب الاسلام فهمت؟ ليس قادر على أن يعطينا نص واضح. وقتها قال فهمت؟ القرآن وقطعوا أيديهم ما ينجمش يقول واجرحوا أيديهم باش يلفت معناتها ينحي الشبهة. رغم اللي كان قال اجرحوا أيديهم المسألة واضحة. ولكن هو قال أقطعوا أيديهم. وسي القرآنيون هذوما معناتها ولا القرآنيين فهمت جايين باش يفسروا اللي ما نجمش يفسروا إله الإسلام نفسه يعني إله الإسلام نفسه محتاج للطالبي وغيره 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 من القرآنيين باش يفسروا للعباد شنو القرآن وشنو معنى القرآن وشنو كان يقصد هذا الإله يعني في الحقيقة مسخرة مسخرة شنو يقدمونا معناتها جديد شنو يعني المبادئ الإنسانية شنو تزيد جديد كي أنت تدعمها بنص فهمت مؤول تأولوا والغريبة في الأمر أنك تأولوا على معطيات حديثة مش على معطيات معناتها اللي نزلت فيه يعني ناخذوا أي نص تاريخي ديما نغزروا له على حسب الوقت اللي ظهر فيه على خاطر العقليات تتبدل الإنسان عنده 1000 سنة عنده 10000 سنة مش كيما الإنسان توا فما معطيات احنا عندنا اللي هما ما عندهمش هذا الإله الإسلامي أو غير الإسلامي هل هو غير قادر على أن يعطينا نص نجم نفهموه في كل العصور هذه هي المشكلة هل القرآن إلهي أو غير إلهي؟ هذا السؤال القرآنيين لو كان إلهي لماذا هو في حاجة إليكم؟ لماذا معناتها
النص القرآني لو كان إلهي وصادر من عند عقل إلهي، لماذا هو في حاجة إلى عقل إنساني لكي يفهم؟ هذا الكل عجز. لو تقولون أن القرآن ليس نص إلهي وإنما هو تخيل نتاع محمد، وقتها نجم نتفاهموا معاكم، لكن انتم تؤمنوا ان هذا الكلام هو كلام إلهي. ولو نرجعوا معناتها تدوين القرآن وانتم تعرفوه والشبهات اللي عليه وانواع القرائن الموجوده والتوه ما زالت موجوده والخلافات والقراءات وغيرها من الامور هذيك ما تجدوهاش. انتم تقولوا اللي القرآن هو اصح مصدر اسلامي، متفق معاكم، القرآن هو اصح مصدر اسلامي، ولكن القرآن بيدو فيه مشكل، فيه مشكل في تدوينه وفيه مشكل في المحتوى بتاعه، سواء من ناحية اللغة، سواء من ناحية الأفكار، سواء من ناحية معناتها التناقضات اللي موجودة فيه والأفكار اللي يدعو ليها. كيفاش أنت تعطي روحك الحق أنك تفسر أو تأول آية بطريقة معينة وما تسمحش لغيرك باش يفسرها؟ ما هو القرآن معناتها إلهي ومحتاج إلى البشر باش يأولوه. ما دامك انت سمحت لروحك انك تأوله كما تحب، بأي حق تدعي من أوله بخلاف ذلك ويعتمد على التاريخ وعلى الأحاديث وعلى المنقول من السيرة في تفسيره للنص؟ يعني هو مدعوم أقوى منه. إذا انت مهما تكلمت ما تنجمش تضاهي هذا الوزن الكبير من التاريخ 1400 سنة من العلماء المسلمين اللي فهمت تكلموا على القرآن، ومن الصحابة، ومن التطبيقات العملية الفعلية للنص القرآني، باش تواجهوا انت بمجرد قرآن تأولوا على حسب هواك غير على خاطر شفت اللي الإسلام في ورطة وما عندكش الجرأة والشجاعة باش تقول اللي هذا النص لا يصلح لشيء، وانه يمكن ان معناتها تكون عندنا مبادئ إنسانية بدون ان اعتمد على هذا النص. تو انت تؤمن بالحرية، تقعد تفركس لي في القرآن ها الحرية موجودة يا ودي وشنو زاد؟ هاي قلت الحرية موجودة في القرآن، هاي شنو زاد؟ وعلاش انت ما تطبقش الحرية، ما تؤمن بها كمبدأ إنساني، ما بتؤمن بها كمبدأ إنساني؟ لماذا أنت معناتها في حاجة إلى تأويل النص لكي تقول إن الحرية شيء جيد؟ يعني تاخذ الفكرة وتحاول باش تركبها على القرآن وتهمل الآيات اللي تناقض فكرة الحرية. الإسلام راهو استسلام للقرآن، استسلام لما جاء به محمد، استسلام لأفكار تقليدية عندها 1400 سنة. لهذا أنا أقول معناتها للأشخاص هذا الطالبي وغيرهم فهمت معناتها يحشموا على رواحهم ويقولوا الحقيقة للناس. راهو الشعوب متاعنا ما عادش شعوب قاصرة. الطالب وقت يتكلم مع الناس كأنهم قاصرين ذهنيا، كأنهم قاصرين عقليا. راهو العصر تبدل، الناس توا تقرأ وتفهم. هذاك علاش التأثير متاعكم هو تأثير بسيط معناتها على الأشخاص الضعيفين، أما راهو المستقبل مش للإسلام. قد بتحاولوا تحسنوا له صورته، ومش انتوما وحدكم،
مئات المذاهب الأخرى وأكثر منكم عملت وأعطات حريات أكثر. عندما نشوف ليزاليفيست في تركيا شو مجيبكم ليهم، يعني أمورهم واضحة ولا غيرهم من المذاهب الإسلامية. إذا نظن الفكرة واضحة ويزيو ويزيو من تحسبوا الناس بين قوسين بهاين، فهمت؟ وتحبوا تظهروا رواحكم اللي انتوما زعما تعرفوا، كي انتوما تعرفوا بالفعل قولوا الحقيقة للناس، يزيهم الكذب. وهذا موجه لكل الطبقات المثقفة سواء في تونس أو خارج تونس، اللي هي كافرة وما تؤمنش ولكن تواصل في مسايرة الناس. كما أحد الأشخاص صديقي هو إمام في سوريا يقول لي: يا كريم راني 20 سنة وأنا نكذب عليهم، هاني عايش يعطيو فيا مناكل يخلصوا فيا، نطلع نعمل لهم الخطبة متاعهم اللي نقول لهم اللي يحبوا عليه. قال لي: كان جيت توا نطلع للمنبر ونقول لهم راه الحقيقة تو يصلبوني، اش تحبني نعمل؟ قال لي: ندمر روحي وندمر عائلتي، فهمت؟ معناتها هكاكا باه نفهم ظروفه، نفهم هو كعالم دين. اما هذوما اللي يدعوا يعني انهم مثقفين، يعني مستحيل مستحيل انسان انسان ينجم يسمي روحه مثقف وصادق وهو مسلم. على خاطر المثقف، فهمت؟ المثقف اللي يعرف حقيقة الإسلام وما يقولش حقيقة الإسلام فهو بالنسبة لي مجرم، مثله مثل الدولة الإسلامية. هذاك يقطع الروس وذاك يعطل العقول ويعطي المخدرات للناس البسطاء. احنا توا قادمين على مرحلة جديدة في تونس 5 سنين، هذه فرصتنا باش المثقفين يقولوا الحقيقة للناس. راه لا يمكن القضاء على الإسلاميين بدون القضاء على مصدر الإسلاميين، ولا يمكن القضاء على العروبة إلا بالقضاء على مصدر العروبة اللي هو الإسلام والمتمثل في القرآن في الدرجة الأولى وفي الأحاديث وفي التاريخ المزور. إذا نكونوا مسؤولين. راهو توا يمكن يسمعوكم لكن راهو التاريخ باش يحاسبكم، خاطر الإسلام مش ممكن يبقى، مستحيل يبقى الإسلام، وكل الأديان سوف تنتهي، لأن الإنسان وصل إلى درجة من الوعي لم يعد في حاجة لهذه الأديان. يمكن صلحت قبل، أما توا الإنسان عنده العقل متاعه. وتنقارنوا نقارنوا حكم الوضع الإنساني والحكم القرآني المتخلف أو الديني المتخلف، قارن بيناتهم. ما هو الإنسان وصل وفهم معنى الحرية. إذن أنا فهمناها، علاش أنا محتاج إلى نص ديني باش يأكد لي ذلك؟ راهو التاريخ يا طالبي ويا غيرهم من الأشخاص، ما نحبش نذكر الأسامي بصفة عامة، فهمت؟ خاصة طالبي، لخاطر طالبي هذاك معناتها وقت نسمعوا معناتها ونقول معناتها علاش علاش خطوة على قبر، علاش ما يكونش صريح مرة في حياته، يكون راجل مرة في حياته ويقول الحقيقة للناس ويزيه من الكذب ويزيه من الكذب، خاطر هو عارف شنو الإسلام وعارف شنو القرآن. إذا أدعو جميع اللي يسميوا رواحهم مثقفين واللي يسميوا رواحهم يفكروا عندهم عقول تفكر بها أنهم يقولوا الحقيقة للناس حتى وكان ذلك كلفهم اللي كلفهم، باش الناس تفهم
الناس تفهم وتعرف، وبش تقطعوا الطريق أمام الإسلاميين اللي يستعملوا في الإسلام هذا من أجل وصول إلى تدمير تونس وإلى تدمير الدول نتاعنا. نظن الفكرة واضحة، ومع فيديو قادم وبسلامة.